حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن أرواح الشهداء في طائر خضر تعلق من ثمر الجنة، وقرئ على سفيان نسمة تعلق في ثمرة أو شجر الجنة. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الحجاج عن نافع عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن جارية لهم سوداء ذبحت شاة بمروة فذكر كعب للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلها. حدثنا ابن نمير عن هشام عن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب بن مالك أخبراه عن أبيه كعب أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا ابن جريج عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر إلا في الضحى فيبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين ويقعد فيه. حدثنا يزيد وأبو النضر قال أنا المسعودي عن سعد بن إبراهيم عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الرياح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى يأتيه أجله، ومثل الكافر مثل الأرزة المجذية على أصلها لا يقلها شيء حتى يكون انجعافها مرة. حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق قال أنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب قال عبد الرزاق وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، وإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. حنا سريج وأبو جعفر المدائني قال حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو ملازم رجلا فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله غريم لي، وأشار بيده أن يأخذ النصف. قلت يا رسول الله نعم، قال فأخذ الشطر وترك الشطر. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أنزل في الشعر ما أنزل، فقال إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لا كأنما ترمونهم به نضح النبل. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال لم أتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة غزاها حتى كانت غزوة تبوك إلا بدرا، ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عن بدر، إنما خرج يريد العير فخرجت قريش المغوثين لعيرهم فاتقوا عن غير موعد، كما قال الله عز وجل ولعمري أن أشرف مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس لبدر، وما أحب أني كنت شهدتها مكان بيعتي ليلة العقبة حيث توافقنا على الإسلام ولم أتخلف بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وسلم في غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بالرحيل وأراد أن يتأهبوا أهبة غزوهم، وذلك حين طاب الظلال وطابت الثمار، فكان قل ما أراد غزوة إلا ورى غيرها. وقال يعقوب عن ابن أخي ابن شهاب إلا ورى بغيرها. حدثناه سفيان عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك وقال فيه ورى غيرها، ثم رجع إلى حديث عبد الرزاق وكان يقول الحرب خدعة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أن يتأهب الناس أهبة، وأنا أيسر ما كنت قد جمعت راحلتين، وأنا أقدر شيء في نفسي على الجهاد وخفة الحاذ، وأنا في ذلك أصغو إلى الظلال وطيب الثمار فلم أزل كذلك حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم غاديا بالغداة، وذلك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، فأصبح غاديا، فقلت أنطلق غدا إلى السوق فأشتري جهازي ثم ألحق بهم، فانطلقت إلى السوق من الغد فعسر علي بعض شأني فرجعت، فقلت أرجع غدا إن شاء الله فألحق بهم، فعسر علي بعض شأني، فلم أزل كذلك حتى التبس بي الذنب وتخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعت أمشي في الأسواق وأطوف بالمدينة، فيحزنني أني لا أرى أحدا تخلف إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، وكان ليس أحد تخلف إلا رأى أن ذلك سيخفى له، وكان الناس كثيرا لا يجمعهم ديوان، وكان جميع من تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم 84 رجلا، ولم يذكرني النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوكا. فلما بلغ تبوكا قال ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من قومي خلفه يا رسول الله برديه والنظر في عطفيه. وقال يعقوب عن ابن أخي ابن شهاب برداه والنظر في عطفيه. فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت، والله يا نبي الله ما نعلم إلا خيرا. فبينهم كذلك إذا هم برجل يزول به السراب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وقف ودنا من المدينة، جعت أتذكر بماذا أخرج من سخطة النبي صلى الله عليه وسلم، وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي، حتى إذا قيل النبي هو مصبحكم بالغداة زاح عني الباطل، وعرفت أني لا أنجو إلا بالصدق. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ضحا فصلى في المسجد ركعتين، وكان إذا جاء من سفر فعل ذلك، ودخل المسجد فصلى ركعتين ثم جلس، فجعل يأتيه من تخلف فيحلفون له ويعتذرون إليه، فيستغفر لهم ويقبل على نيتهم ويكل سرائرهم إلى الله عز وجل. فدخلت المسجد فإذا هو جالس، فلما رآني تبسم تبسم المغضب، فجئت فجلست بين يديه، فقال ألم تكن أبتعت ظهرك؟ قلت بلى يا نبي الله. قال فما خلفك؟ قلت والله لو بين يدي أحد من الناس غيرك جلست لخرجت من سخطته بعذر، لقد أوتيت جدلا. وقال يعقوب عن ابن أخي ابن شهاب لرأيت أن أخرج من سخطته بعذر، وفي حديث عقيل أخرج من سخطته بعذر، وفيه ليوشكن أن الله يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لا أرجو فيه عفو الله. ثم رجع إلى حديث عبد الرزاق، ولكن
لقد علمت يا نبي الله أني إن أخبرتك اليوم بقول تجد علي فيه وهو حق فإني أرجو فيه عفو الله، وإن حدثتك اليوم حديثا ترضى عني فيه وهو كذب أوشك أن يطلعك الله علي. والله يا نبي الله ما كنت قط أيسر ولا أخف حاذا مني حين تخلفت عنك، فقالا أما هذا فقد صدقكم الحديث قم حتى يقضي الله فيك. فقمت فثار على أثر ناس من قومي يؤنبونني، فقالوا والله ما نعلمك أذنبت ذنبا قط قبل هذا، فهل لا اعتذرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعذر يرضى عنك فيه؟ فكان استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي من وراء ذنبك، ولم تقف نفسك موقفا لا تدري ماذا يقضى لك فيه. فلم يزال يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي، فقلت هل قال هذا القول أحد غيري؟ قالوا نعم، هلال بن أمية ومرارة يعني ابن ربيعة، فذكروا رجلين صالحين قد شهد بدرا لي فيهما يعني أسوة، فقلت والله لا أرجع إليه في هذا أبدا ولا أكذب نفسي. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن كلامنا أيها الثلاثة. قال فجعت أخرج إلى السوق فلا يكلمني أحد، وتنكر لنا الناس حتى ما هم بالذين نعرف، وتنكرت لنا الحيطان التي نعرف حتى ما هي الحيطان التي نعرف، وتنكرت لنا الأرض حتى ما هي الأرض التي نعرف. وكنت أقوى أصحابي، فكنت أخرج فأطوف بالأسواق وآتي المسجد فأدخل وآتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول هل حرك شفتيه بالسلام، فإذا قمت أصلي إلى سارية فأقبلت قبل صلاتي نظر إلي بمؤخر عينيه، وإذا نظرت إليه أعرض عني واستكان صاحباي، فجعلا يبكيان الليل والنهار لا يطلعان رؤوسهما. فبين أنا أطوف السوق إذا رجل نصراني جاء بطعام يبيعه يقول من يدل على كعب بن مالك، فاطفق الناس يشيرون له إلي، فأتني بصحيفة من ملك غسان، فإذا فيها أما بعد فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك وأقصاك ولست بدار مضيعة ولا هواء، فالحق بنا نواسيك. فقلت هذا أيضا من البلاء والشر، فسجرت لها التنور وأحرقتها فيه. فلما مضت 40 ليلة إذا رسول من النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاني فقال اعتزل امرأتك، فقلت أطلقها؟ قال لا ولكن لا تقربنها. فجاءت امرأة هلال فقالت يا رسول الله إن هلال ابن أمية شيخ ضعيف، فهل تأذن لي أن أخدمه؟ قال نعم ولكن لا يقربنك. قالت يا نبي الله ما به حركة لشيء، ما زال مكبا يبكي الليل والنهار منذ كان من أمره ما كان. قال كعب فلما طال علي البلاء اقتحمت على أبي قتادة حائطاه وهو ابن عمي، فسلمت عليه فلم يرد علي، فقلت أنشدك لها يا أبا قتادة أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت، ثم قلت أنشدك لها يا أبا قتادة أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال الله ورسوله أعلم. قالا فلم أملك نفسي أن بكيت، ثم اقتحمت الحائط خارجا حتى إذا مضت 50 ليلة من حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن كلامنا، صليت على ظهر بيت لنا صلاة الفجر، ثم جلست وأنا في المنزلة التي قال الله عز وجل قد ضاقت علينا الأرض بما رحبت وضاقت علينا أنفسنا، إذ سمعت نداء من ذروة السلع أن أبشر يا كعب بن مالك، فخررت ساجدا وعرفت أن الله قد جاءنا بالفرج
بالفرج. ثم جاء رجل يركض على فرس يبشرني، فكان الصوت أسرع من فرسه، فأعطيته ثوبي بشارة ولبست ثوبين آخرين، وكانت توبتنا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ثلث الليل. فقالت أم سلمة عشية إذن يا نبي الله، ألا نبشر كعب بن مالك؟ قال إذن يحطمنكم الناس ويمنعونكم النوم سائر الليلة. وكانت أم سلمة محسنة محتسبة في شأن تحزن بأمر، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو جالس في المسجد وحوله المسلمون وهو يستنير كاستنارة القمر، وكان إذا سر بالأمر استنار. فجئت فجلست بين يديه فقال أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم أتى عليك منذ يوم ولدتك أمك. قلت يا نبي الله، أمن عند الله أو من عندك؟ قال بل من عند الله عز وجل. وجل ثم تلا عليهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار حتى إذا بلغ إن الله هو التواب الرحيم. قال وفينا نزلت أيضا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فقلت يا نبي الله، إن من توبتي أن لا أحدث لا صدقا وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله عز وجل وإلى رسوله. فقال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. قال فما أنعم الله عز وجل علي نعمة بعد الإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدقته أنا وصاحباي أن لا نكون كذبنا فهلكنا كما هلكوا. أني لا أرجو أن لا يكون الله عز وجل أبلى أحدا في الصدق مثل الذي أبلاني، ما تعمدت لكذبة بعد. وإني لا أرجو أن يحفظني الله فيما بقي. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن مبارك عن معمر ويونس عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه شقة قمر، وكنا نعرف ذلك فيه. حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك أن أباه أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى يا كعب بن مالك فقال لبيك يا رسول الله، وأشار إليه أن ضع من دينك الشطر. قال قد فعلت يا رسول الله. قال قم فقده. حدثنا إسحاق يعني ابن الطبيعي قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر لم يسافر إلا يوم الخميس. حدثنا هاشم قال حدثنا أبو معشر عن يزيد بن خصيفة عن عمرو بن كعب بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم ألما فليضع يده حيث يجد ألمه ثم ليقول سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته على كل شيء من شر ما أجد.